أما الآن فمع تلاوة عطرة من كتاب الله الحكيم ومع القارئ المتميز الصاعد علي عمار النشابة، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والسماء وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. نشكر القارئ
علي عمار النشابة، ونتمنى له دوام الموفقية لعمل الخيرات.